طلعت المفاجأة إن هي ست بيت جامدة جدا. وأنا بيتي. أنا كنت فاهم ميديم يا فندم. في رجالة بتعطل فعلا؟ ما ينفعش أنا وأنت في نفس المجال تقولي بطلي شغل. واحدة صاحبتك. حسيتي مرة إن هي معجبة بحد أنت بتحبيه؟ دايما بقع كتير قوي. ما بلحقش. شخص يكون بيضحك في وشك ومبسوط قدامك وبيديك كل السعادة وكل الحب والوفاء والأمل في الحياة وهو بيبكي من جواه. مع دودي الخميس السادسة مساء على النهار.